بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية جميعا. إن شاء الله تكونوا جميعكم بصحة وخير وسلامة وسعادة. رجعنا لكم اليوم بالمحاضرة رقم 5 في مادة الفارما في مديول الأمساس. من أسهل المحاضرات، من أسهل المحاضرات اللي عن جد أخذتهم بالكلية، يعني أكثر من هيك راحة باليوم إنه يكون عليك بس أناتومي و يعني معلش محاضرة الأناتومي شوي زنخة، بس يعني برضو الفارما ما بتقدر تعدها كمحاضرة بصراحة، يعني دواء واحد بس فيها، أنتم متخيلين دواء واحد فقط اللي فيها. محاضرة سهلة وإن شاء الله تكون زي ما أنا يعني أنجزتها بشكل سريع الحمد لله، لأنها تكون برضو عليكم سهلة. نقول بسم الله ونتوكل على الله. بسم الله. الآن المحاضرة بتحكي لنا أصلاً عن التوبيكال ستيرويدز. شو يعني التوبيكال ستيرويدز؟ يعني مضادات التهاب موضعية، من كلمة توبيكال موضعية، يعني زي مراهم مثلاً، زي سبراي موضعي وهكذا، يعني شغلات أنت بتقدر تحكيها يعني أنه على سطح الجلد. نعم. الجنرال برينسيبلز اون ثيرابي، يعني شو القواعد الأساسية اللي أنا بستعملها أو اللي أنا بتبعها في إيش الأخذ لهاي الأدوية. بقول لك يعني طبعا كل إشي عليه زي هيك أحمر أعرفه أن الدكتورة ركزت عليه أثناء شرحها آخر مثلا 5 دقائق، لأنه لما يعني كانت تحدد الشغلات المهمة، يعني على أساس أنه ما غش أسئلتها يعني. Topical corticosteroids should be applied at least twice daily، يعني أقل إشي مرتين، و up to 4 times، يعني أنه أنا بستعملهم من مرتين أقل إشي لغاية 4 مرات. وإذا أنا بدي أحسن علاج و best treatment ممكن أعمله أنه الفريكونسي application أنها تكون من مرة لثلاث مرات، تمام، من مرة إلى 3 مرات produces superior responses، يعني بشكل أفضل، بشكل أقوى، بشكل أحسن، خلينا نحكي، تمام. والابليكيشن تبع 6 times بيقول لك زنور يعني مش أكثر فعال، أكثر يعني لا تبع الأكثر من 3 مرات، يعني أنت متخيلين 6 مرات أقل فعالية من 3 مرات. ليش؟ لأنه برجع مثلا من امتصاص الجسم، من كفاية الجسم من هاي الشغلات، من تشبع مثلا الريسبتورات، إذا أنتم بتاخذوها إذا تتذكروا عفوا الفارماكوديناميك، يعني الفريكوينسي هاي ما راح تفيدني الا انها تضرني يعني. والابروبريت سترينث بريباريشن شود بي يوزد تو برينج ذا كونديشن اندر ذا كنترول، يعني بقول لك انه برضو انه انا لازم استعمل قوه مناسبه، يعني بوتنسي مناسب في حالات مناسبه، يعني الدواء المناسب للشخص المناسب زي ما بتحكوها. والابروبريت تايم من 2 to 3 weeks، هذا هو مثلا المتوسط انه توبيكال ستيرويدز شود بي يوزد، تمام. أولدر من بقول لك من 33% إلى 50% من الديرماتوليك كونديشنز، يعني من الشغلات الأمراض اللي على سطح الجلد أو على الجلد بشكل عام، requiring topical corticosteroids could be managed with medium or low strength corticosteroids preparations، يعني بقول لك من 33 إلى 50% من جميع الأمراض الجلدية إنه أنا بستعمل من low لميديوم، بس يعني متوسط ضعيف كورتيكوستيرويدز، يعني تكون أدوية مش قوية، لا هي أدوية من متوسطة القوة لضعيفة القوة، وبتكون الأمور تمام والمريض بنشفى والحمد لله، تمام. ونوت صغير من التبييض، if the topical failed we try systemic drugs، يعني في حال ما زبط معي أنا أني أعالج هاي الآفة الموجودة على سطح الجلد من خلال التوبيكال، فبدي أضطر أني أستعمل systemic drugs. بيقول لك after the initial control maintenance therapy should be assisted، إذا بتتذكروا بالفارماكوكيناتكس أخذنا إشي إنه أنا بعمل إشي اسمه maintenance. شو يعني maintenance؟ يعني أنا مثلا بعطي كورس درب، تمام، إنه أنا والله مثلا بقول لك يا مريض أنت لازم تأخذ 20 mg مثلا من هذا الدواء، 20 mg، تمام، بقول لك مثلا وبعد فترة قصيرة أو مع الدواء، يعني في حالتين، يا بعد فترة قصيرة يا مع الدواء، إنه والله أنت بتأخذ لي مع العشرين ملغرام مثلا بتأخذ لي 5 mg من الدواء هذا. هذا الدواء الثاني اللي أعطيته 5 mg اسمه maintenance، يعني أني أثبت العلاج، أساهم في إعادة توازن مثلا في التشيوز، مثلا في يعني بالنسبة كونه إحنا بنحكي عن السكن، أعمل إعادة توازن، إنه أنا ما أستعمل دائما الشغلات القوية، ما أستعمل الشغلات مثلا مستعصية وخلاص مستعصية خلاص، لا أنا لازم يكون مثلا أنا عندي إشي اسمه maintenance therapy، والله إنه أنا لازم أعطي
يعني لا يعني زي هي زي كفه، يعني ما بينفعش اضل اعطي قوي يعمل سبريس انفلاميشن بعدين مثلا يعمل لي مثلا دامج للسراوندينج تشيو، لا بعمل مينتنس. يعني مثلا المينتنس لنفترض المينتنس هو شخص عادي رايق هادي، والانيشال كنترول الشغلات اللي انا بعطيها قويه اللي هي المحاربه مثلا، بفوت يحارب اللي مباشره المرض، بعدين بسكت بقول اه يلا يلا وين وين، بيجي المينتنس بقول له هدي 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 حالك. زي هيك يعني تقريبا اشبه لكم اياها. والمينتنس لوست سترينث فورميوليشن، اقل قوه ممكنه، تمام، وذ ذا ليست نمبر اوف ابلكيشنز بير دي، يعني اقل كمان برضو عدد المرات اللي انا بعمل لها ابلكيشن. تو كنترول ذا بروبلم، اني بحيث اني ايش احتوي المرض. It may be advisable to give the patient two different strengths of corticosteroids preparations. يعني بقول لك من باب النصيحة إنه أنت تعطي مثلاً كورتيكوستيرويد قوي مع كورتيكوستيرويد ضعيف. القوي راح يكون الانيشال كنترول، اني انا احتوي المرض. المينتنس اني احافظ على جوده مثلا سير العلاج اللي هو الضعيف، وهكذا. واي دكتوره سالت سؤال، واحنا عارفين اذا بنتذكر الفصل الماضي بدنا نركز على الاسئله اللي سالتها. واي بيقول لك المايلد وان للروتين يوز اند ا مور بوتنت وان فور ذا فليرز اوف ريزيستنس ريليجن. يعني بيقول لك خليني بس في كلمه مش فاهمينها مثلا، من ممكن شو يعني فليرز؟ بيقول لك السيمبتومز ويتش تيرن تو بي وورسن، بيقول لك الاعراض اللي بعد مرور الوقت راح تزداد سوءا. فانا بروح بعطي المايلد على اساس انه انا هذا الروتين تبعي، اني انا بحط المايلد هذا كروتين علشان احافظ واعمل مينتين للامور في مثلا في المرض. وبعطي القوي ليش؟ اني اعمل سبريس للسيمبتومز، اني اقول لك انت اسكت ولا نفس يا مرض، واني ايش احافظ وانه ايش يعالج بشكل اقوى وبيعالج بشكل افضل، واني امنع اعاده ظهور الاعراض بشكل أسوأ. علشان هيك انا بستعمل القوي، والضعيف حكينا انه انا للشغلات الروتينيه بستعمله. الاوكلودد ارياز، مين هم الاوكلودد ارياز؟ مثل الفيس والفليكتشرز are more prone to development side effects. بقول لك انه والله الوجه والفليكتشرز، يعني شو يعني فليكتشرز؟ يعني انحناءات مثلا بمستوى الجسم، يعني انه والله مثلا زي منطقه الاكزيلا، منطقه الابط مثلا، هذولا عندهم عرضه انه انا يعمل لي ديفلوبمنت لسايد افكتس اكثر، تمام. If corticosteroids must be used on the face or fractures، يعني في حال انا والله كان المرض بالمناطق واضطريت اني استعمل توبيكال كورتيكوستيرويد، شو لازم اعطي معه؟ هورتيكورتيزون should be used to reduce the probability of side effects. يعني طيب سؤالي لكم، هل انتم مثلا قبل ما اسال السؤال، انا بستعمل الهورتيكورتيزون علشان اقلل من احتماليه ظهور الاعراض الجانبيه، تمام. الان سؤالي لكم، طبعا بعد بحث جوجل، الهيدروكورتيزون انا بستعمله كسبب انه يكون مايلد وان للروتينيوز ولا البوتنت للفليرز اوف ريزيستنس ليجنز؟ وقف الفيديو الان وجاوب. طيب الان الهورتيكورتيزون انا بستعمله ايش؟ للمايلد وان، علشان ايش؟ انا احاول احافظ على انه والله انه الامور ستابيليتي كامله، واحافظ على البالانس، تمام. انا بستعمله لهاي الغايه للمايلد وان للروتين يوز، اني اعمل احاول انه الجسم والله لا يتلقى زياده ولا يتلقى كفايه، ولا انه يصير اللي ديسربشن البالانس تبع الجسم، ولا ولا ولا، عرفنا. فبعد بحث جوجل شفت انه الهيدروكورتيزون هو مايلد، لانه بنستعمله از 1%. وهسه بحكي لكم، هسه بتشوفوا هال 1%. الدكتوره سالت سؤالين هنا، when we give hydro وبنقول بالهيد وبالفليكشرز. طيب ليش؟ to reduce the probability of ADRs، تمام. بيقول لك ال patients who use the highest potency preparations، بيقول لك بيستعمل دواء جدا قوي for greater than 2 weeks، لمدة أطول من أسبوعين، بيقول لك هذول عرضة إنه يصيبهم systemic toxicity، يعني سمية بالسيستم كامل، بالجسد كامل. طيب دكتورة سألت سؤالين برضو هنا، when why، ليش؟ لانه استعملناه لاكثر من اسبوعين. وين؟ لما انا استعمل الهاي بوتنسي بريبريشنز لاكثر مده اكثر من اسبوعين، تمام. البريبريشنز بقول لك هذا المستحضر should be rubbed thoroughly، اني مثلا افركه على سطح الجزء، على سطح الانفلاميشن، على سطح الليجن. when possible applied to the skin is moist to enhance the effect، يعني مثلا after bathing لازم تكون الجلد رطب شويه، يعني في نوع من الرطوبه، علشان ايش؟ احسن مثلا الامتصاص، احسن والله انه يشتغل بشكل اكبر، انه الجلد مثلا بيكون ريلاكست، وهكذا.
تمام. بقول لك with the chronic conditions مثل إيش؟ شو هي الكرونيك؟ بقول لك الأتوبيك أكسيما. بقول لك is best to discontinue therapy gradually. بقول لك أنا من الأفضل في حالات الأتوبيك أكسيما إني أني أوقف الدواء بشكل تدريجي. يعني مثلا في حال أنا بحط 3 مرات باليوم، مثلا اليوم اللي بعديه بحط 2، اليوم الثالث مثلا بحط مرة، اليوم الرابع مثلا بحط نص كمية المرة الأولى، ثم ربع الكمية اللي كنت أحطها اللي هي مثلا دوز واحد، بعديها بقطع زي هيك. هاي هي الجراجيولي. تمام دكتورة، سألت سؤالين. متى أنا بستعمل الجراجيولي؟ which is the best to discontinue the therapy gradually، بتقول في حالات الكرونيك كونديشنز مثل atopic eczema. بقول لك why مثلا why it is best to discontinue therapy gradually in case of، مثلا بيجيك السؤال in cases what، مثلا in case of what مثلا it is best to discontinue therapy gradually، بتقول الاتوبيك اكزيما. تمام. this will reduce enhances of rebound flares، انه ما ترجع الاعراض بشكل أسوأ. اني مثلا مره واحده اقطع مثلا اللي كان الجسم متعود عليه، فالسيمتومز بتكون اختفى الخطر، وين راح، وين راح الخطر، يلا نهرب مثلا، يلا نطلع السيمتومز. عكس انه مثلا لما انا جراجولي مثلا انا السيمتومز بتشوفهم يوم بعد يوم قاعدين بيقلوا، ولكن الجسم قاعد بتعود انه السيمتومز ما تطلع رغم انه الدوز قاعد بتقل زي هيك. generally treatment should be initiated with a potent fluorinated corticoid corticosteroid. تمام. يعني بقول لك بالعاده او in general انا ببلش الدواء في حالات الاتوبيك اكزيما اللي هي الكرونيك كونديشن مع بوتنت، دواء قوي فلورينيتد، يعني بيحتوي على الفلور كورتيكوستيرويد. بعد هيك انا ببلش مينتيننس، صح ولا لا؟ حكينا بنبلش البوتنت بعديها مينتيننس، اول اثنين مع بعض. ولكن في هاي الحاله بالاتوبيك اكزيما بالكرونيك كونديشن، انا والله حكيت انه ببلش بدواء قوي بعديها بلحقه بفتره قصيره بمينتيننس ثيرابي. شو هو المينتيننس تبعي؟ 1% هيدروكورتيزون. شايفين انه دواء ضعيف بستعمله كمينتيننس. الكوشن must be used when lesions are hot, acute or inflamed. بقول لك انتبه لا تحط الدواء في حاله انه والله اللجن منطقه الافه، يعني انه والله مثلا في موقع المرض مثلا على الجلد، على سطح الجلد، انه ما يكون ساخن، ما يكون في حاله اكيوت. مثلا اكيوت مثلا انه والله قاعد يطلع دم، قاعد مثلا يعني انت شايف انه مثلا انت بوضع يعني مش مسكر، انت شايف انه بحاله انه المرض قاعد فعال، قاعد بيطلع لك ايش مثلا، بيطلع مرض، بيطلع باس، بيطلع يعني مفتوح الى اخره، ما بحط انا الدواء. ماشي. ولا يكون انفليمد في حالات الانفلاميشن. ليش؟ او مش مثلا السؤال ليش، بقول لك طب شو اعمل انا بهاي الحاله؟ بيقول لك بروح بستنى يبرد، بستنى انه الدواء يكون wet to dry، يعني من جاف إلى رطب، يعني في نوعا ما من الرطوبة علشان الدواء يشتغل بشكل أفضل زي ما حكينا إحنا بالنقطة هاي to enhance the effect، إنه يكون شوي في نوع من الرطوبة before initiating steroid therapy. تمام. يعني قبل ما أبلش الستيرويد ثيرابي إني أكون حريص إنه الموقع ما يكون في inflammation، الموقع ما يكون acute، في وموقع الموقع ما يكون حار أو حامي، يعني بشكل عام إني أستنى كل إشي يهدى بعدين ببلش الاستيرويد ثيرابي. ليش؟ الآن السؤال ليش؟ فبالمجمل أنا بدي إياكم تطلعوا من النقطة هاي إنه أنا والله أستنى الأمور تهدى بعدين أنا ببلش. يعني مثلا زي ما بقول لك لا تقرب الناس وهي حامية، هيك المثل مثلا بيقول لك، يعني إنه أنت لا تروح لواحد معصب علشان ما يعني عشان تأخذ بدك إياه، لازم يكون رايق، لازم يكون وضع منيح. ما تروح له وهو معصب، أكيد راح يرفضك مثلا، أو أكيد راح مثلا تقول الأمور إلى شكل مثلا سيء. وهنا مثلا بالضبط زي هيك، أنت ما تروح بالوضع لسه حامي، بالوضع لسه الأمور في صعبة، أو الأمور ممكن تعمل لك الشغلات اللي أنت ما بدك إياها، لا استناها تهدى والأمور تمام بظروف مناسبة أنا ببلش الدواء. تمام. indications، شو الindications؟ topical corticosteroids are the drug of choice. لمين طيب؟ for inflammatory والpruritic eruptions. يعني what are the drugs of choice for inflammatory؟ مثلا ممكن نكمل سوا pruritic conditions. الجواب الانسر بتقول topical steroids. والaddition they are used for hyperplastic. شو يعني hyperplastic؟ اللي هو high number of cells in the tissue، يعني عدد الخلايا كان يعني بزيادة. أو infiltrative disorders. شو يعني infiltrative؟ يعني invasion، يعني مثلا في حالات الجرانيولوما، إنه أنا والله number of cells will increase in مثلا in surrounded tissue، number of inflammatory cells will increase in a surrounded tissue.
تمام، اللي هي الجرانيولوما، اللي هي تكنيك الجسم، تكنيك الجسم انه يحاوط محل الالتهاب بايش، بايش، باميون سيلز. تمام، بحب دائما يكون كل كلمه مفهومه. تمام الدكتور بضع السؤال هون وهي الجواب حكينا. الكونترا انديكيشنز وين انا ما بستعمل التوبيكال كورتيكوستيرويدز، يعني محرم اني استعمل توبيكال ستيرويدز، في كلمه وصاف حاولوا تحفظوها، بنت هيك شاطره بتدرس فارما بتحب الفارما اسمها وصاف. تمام، وصاف اكن فالجاريس ألسرز سكابيز راتس فانجل انفكشنز. انا بالحالات هذول ممنوع استعمل توبيكال ستيرويدز. الدبليو راتس، اليو ألسرز، الاس سكابيز، الاي اكن فولجاريس، والاف فانجل انفكشنز. تنويه بسيط، الاكن فولجاريس اللي هو حب الشباب، اوعكم تستعملوا توبيكال كورتيكوستيرويدز، ديروا بالكم خاصه الصبايا. اولويز اسك ا ديرماتولوجيست. السايد افكتس، شو الاعراض الجانبيه ممكن تطلع لي؟ بيقول لك هي يعني احنا عندنا البوتنسي والفريكوانسي والدوريشن اوف يوز، هذول على علاقه طرديه في ايش، بالسايد افكتس حكيناهم احنا بالفصل الماضي، انه قوه الدواء وعدد المرات اللي بستعمل الدواء والمده اللي بستعمل فيها الدواء هي على علاقه طرديه مع الايش، مع السايد افكتس. يعني كل ما انا زودت مثلا قوه الدواء انا مثلا راح تزداد قوه، راح تزداد مثلا نسبه الاعراض الجانبيه انها تطلع، ومثلا كل ما انا اخذته بشكل اكبر الاعراض الجانبيه ممكن تطلع، واللي ان استعمل الدواء لفترات طويله ممكن الدواء يطلع، مثلا زي في حالات اللي حكينا الانسيدز ممكن يعمل له باتكري او رينال توكسيسيتي. تمام صح ولا لا؟ الدوريشن اوف يوز مثلا بتكون لونج، ليش؟ لانه كرونيك مثلا ممكن يكون، او الدي ام مثلا ممكن يكون كرونيك، مثلا ميثوتريكزيت انه والله ممكن يعمل لي، اظن انه ميثوتريكزيت لانه انا بنسى انه مثلا يعمل لي هيباتيك او رينال توكسيسيتي وهكذا. تمام، اند انديفيدجوال بيشنت فاكتورز، سواء كان بوليمورفيزم تعدد الجينات، مثلا بور ميتابولايزر، الترا رابيد ميتابولايزر، زي هيك انه والله مثلا لازم adjustment بالدوسج، او مثلا يكون allergic انه والله مثلا بتحسس. any factors increase potency such as inflammation والocclusion increase the chances of side effects. يعني بقول لك اي عامل انا بستدعي اني انا اعطي دواء قوي مثل الانفلاميشن والocclusion، يعني بالحالات الانفلاميشن والocclusion انا لازم ازيد مثلا قوه الدواء، بيعمل لي زياده بالسايد افكتس، حكينا علاقه طرديه. الابيديرمال اتروفي consisting of a reduction in cell size، اكيد اتروفي موت خلايا، يعني موت بشكل عام اتروفي او تحلحل. تمام، فانا بالحالات الابيديرمال اتروفي بقول لي انا بقلل عدد الخلايا، طبعا اكيد may begin with a several within several days of therapy and is gradually reversible after therapy is stopped. يعني بقول لك انه انا لما اعطي توبيكال كورتيكوستيرويدز من الممكن انا يصير عندي حاله اسمها ابيديرمال اتروفي. يعني ابيديرمال اتروفي بقول لك والله انه عدد الخلايا في منطقه معينه انت بتحط عليها الدواء قاعد بقل، بتقول لي تمام، بقول لك هاي عرض جانبي، انت اول ما توقف الدواء برجع ترجع الامور طبيعيه خلال بضع ايام، يعني خلال عده ايام قليله ترجع الامور طبيعيه، يعني ريفرسبل، بتقول لي ريفرسبل، بقول لك انا ارتحت الحمد لله. الديرمال اتروفي تيكس سيفرال ويكس اوكر، انتبهوا هنا ديرمال هنا ابيديرمال، وين بتصير؟ بقول لك والله انه هاي تحتاج زياده وقت، يعني بدها سيفرال ويكس، عده اسابيع علشان تظهر الديرمال اتروفي. طيب وين بتصير؟ بقول لك اللينجوينال، جينيتال، وبري انال ارياس. طيب ار ذا موست فولنربل تو ديرمال اتروفي، انه يصير هذا السايد افكتس من وراء التوبيكال ايش ستيرويدز. موست كيسز اوف ديرمال اتروفي ار بروبابلي ريفرسبل، بقول لك انه والله معظمها ريفرسبل within 2 months of stopping steroid. يقول لك انت والله كنت تاخذ وصار معك ديرمال اتروفي، يجي الدكتور قال لك معناته احنا بنوقف، بنحاول من طريقه ثانيه انه احنا نشوف مثلا نداويك، فاحنا بنوقف التوبيكال ستيرويدز. فانت كبيشنت بسالك بقول لك طب دكتور او دكتوره متى انا مثلا راح يرجع لوضعي الطبيعي وتختفي الاعراض الجانبيه؟ بتقول لي خلال شهرين مثلا من اليوم، كونك انت اليوم وقفته خلال شهرين مثلا وهكذا. طيب ممكن يصير انا عندي سايد افكت تيلجينكاستيا. شو يعني تيلجينكاستيا؟ بيقول لك هي تمدد بالسمول بلاد فيزلز تبعت السكن. تمام، بيقول لك هي اكثر شيء بتصير في الفيس، نيك، جروين، والابر تشيست، يعني بالوجه وبالرقبه والجروين الفخذ والايش الابر تشيست، يعني بالصدر العلوي. ماي نوت بي ريفرسبل، بيقول لك من الممكن، اها خطيره والله خطير، من الممكن انها ما تكون ايش
انه بس اوقف الدواء انها تروح، لا اها بقول لك مي، طبعا ركز على مي، انه من الممكن after stopping topical steroid، يعني بقول لك انه والله هاي الشغله غالبا ما راح تروح، او مش غالبا عفوا من الممكن انها ما تروح، انه والله هذا التمدد اللي صار عندك من الممكن انه ما يروح حتى لو وقفت الدواء التلجين كاستيا. تمام، ممكن يصير انا عندي كسايد افكت سترايش، يعني سترايل ماركس ستريتش ماركس اللي هو التمزقات اللي احنا بنشوفها في الجلد، تمام، هيك مرات بتكون حمراء، مرات مثلا بتكون على لون سطح الجلد بس هيك يعني بكون انفيجيشن، هيك بتحس انه والله في هيك يعني انها نازله شوي عن سطح الجلد. بيقول لك بيصير اكثر إشي بالجروين والاكزيلري والانر ثاي ارياس، واكثر إشي مشهور الانر ثاي ارياس، وممكن يكون سببها ايضا النصاح مع الاسف. حزين على الناصحين، وانا منهم. are usually permanent، تمام، وهذول الشغلات مع الاسف انه ما راح ينشالوا، هذول شغلات حتى لو يعني بالمقصد permanent انه من انت حتى لو وقفت الدواء راح يظلوا ثابتين ما راح يرجعوا، تمام. Fine hair growth might be particularly bothersome to female patients while corticosteroids preparations on the face. يعني بقول لك والله إذا أنت استعملت topical corticosteroids من الممكن أنا يصير عندي نمو للشعر، وهذا الإشي بزعج الفيميل patients النساء، يعني المرضى النساء خلال استعمال مثلا على الوجه. فأنت تخيل أنت تستعمله مثلا البنت تستعملي أنت صبية تستعمليها أخدك فيطلع لك لحية والمنظر. لا إن شاء الله ما عمركم تستعملوا، الله يشافيكم ويعافيكم جميعا. This problem is generally reversible after stopping the therapy، يعني بس بتوقف الدواء واللحية بتروح عنك. لا الأمور طيب إن شاء الله، بس بتوقف الدواء في حالات الإيش fine hair growth. طيب الhypopigmentation، يعني شو يعني hypopigmentation؟ يعني أنا مثلا لنفترض إنه أنا African مثلا American، أنا هذا مثلا أو black people respectfully، بصراحة ناش I'm not racist respectfully، يعني انه مثلا والله بيصير عنده تبقيع في تبقيع، شو يعني تبقيع؟ بيصير عنده بشرة بيضاء في مثلا في جسمه الغامق اللون، تمام، فبصير انا عندي انه hypopigmentation، انا صبغة الجلد مثلا ميلانين والله بتقل، تمام، فبصير اكثر بياضا. prepubescent اكثر إشي problem of dark skin patients generally reversible after the therapy is discontinued، يعني بقول لك انه خلاص انا قطعت الدواء الامور طيبه وخلاص بترجع لون الجلد لوضعه الطبيعي. هيك بتكون محاضره خلصت، اسهل من هيك ما في بصراحه، يعني دلع المحاضره او اليوم دلع، بحيث انه بيكون بس عليك اناتومي والاناتومي عوضتها، يعني ما تخافوا يعني. الله يعطيكم الف عافيه، ادرسوا منيح، يعني ضايل على خير اسبوعين للامتحان، ريلاكس، لا تهكل هم الامتحان، الامتحان أسهل من أسئلة البيسك، لا يعني مش تقول والله إجا مثلا على فاينل عن دورنا الهستو والله صعب، لا ما لا 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 الموديول دائما أسهلته أسهل، مش تقول والله البيوكيم صعب وأسئلتنا مثلا أسئلة البيوكيم، لا برجع بقول لك بحجة ثانية إنه إحنا كنا أونلاين، طبيعي إنه تكون الأسئلة مثلا نوعا ما فيها صعوبة، أو أسئلة أوبن بوك ما أنت تشوف السؤال مثلا بصيغته المباشرة تشوفه أنت غير مباشر السؤال، فريلاكس اطمن الامتحان، ما بقول لك أنا سهل لأني مثلا أسئلة معي، لا معاذ لله، بس بقول لك سهل لأنه أنا مثلا بسأل، مثلا كلنا بنسأل طبعا، مثلا دفعة نبض دفعة وريد وإلى آخره، الشباب أو الصبايا الأكبر منا فإحنا بنسألهم، كلهم جاوبونا أنه الموديول أسهل أمتع من البيسك، انتوا عديتوا مرحله البيسك، يفترض يو شود بي براود، انت عديت مرحله البيسك، مواد البيسك الزنخه الزخمه اللي كل واحده بتحكي بشكل، كنت تاخذ باراسايت وتاخذ مثلا ادويه فنجل وتاخذ مثلا بالمايكرو حكينا بالباراسايت، تاخذ مثلا يعني شغلات كل واحده بجهه، فانت عقلك مش كمبيوتر، بينما بالموديولز انت كله نفس الموضوع نفس المحور، تقدر تربط بعض المواضيع ببعض، وحاولت اني اربط لكم، ف تيك ات ايزي، لا تحاول انه انت والله انه لا شو 49 ولا قدام 60 ولا قدام برضه 60، شو هذا شو ال 60 محاضره؟ طب 60 محاضره ادم واخذ منهم هيستو مراجعه سنه اولى، وللي اول الهيستو برضه الهيستو سهل، طيب منهم برضه كوميونيتي ومنهم سيرجري ومنهم البابليك هاي بابليك هيلث ومنهم برضه امبريو، طب هذول سهل، طب شيل كل هذول،
طيب منهم الاناتومي، الاناتومي عملية تكرار بس، راجع حاول تراجع المحاضرة مرتين بالاسبوع وبس، يخلف عليك انت بتحاول تضمن اسئلتها. ممكن بس بموديول الام اس اس انه والله صعبة مثلا او زخمة لانها كبيرة، بس بعد ذلك بتصير بتصفي الاناتومي مثلا من 5 ل 7 محاضرات فقط لا غير. تمام، مثلا بتيجي تحكي للفيسيو، طب الفيسيو والله سهل، مثلا بتقدر تشوف فيديوهات اسموزس، فيديوهات على اليوتيوب في حال ما فهمت، في شرح الشباب، في شرح مثلا ميتكولوجي. هذا انا ما بشجع انك تشترك، ولكن الدكتور برضه ما قصر، الدكاتره برضه ما قصروا يعني. طب هي هذول لحد الان مضمونين، الباثو باثو من الممكن، بس بدك تتعب عليها. فالامور سهله، لا تحاول تضخم، حاول دائما تقلل من الامر، لانه اذا انت قللت انت بتسهل على نفسك وبس. والله يعني اعرف اني طولت عليكم المحاضره، يفترض تكون قصيره وطوله. الله يعطيكم الف عافيه، الله يوفقنا جميعا، كونوا بالف صحه وسلامه، اهم شيء صحتكم، انتبهوا على حالكم، كونوا بخير، الله يعطيكم الف عافيه ودمتم سالمين، والسلام علينا وعليكم.